النهاردة هنقدم الحلقة الثانية من سيديهاتك عندنا وأسوأ 100 شخصية في مصر، وزي ما بقول في الخمسين سنة الأخيرة مش في تاريخ مصر. لكن الحقيقة احنا قدمنا في الحلقة الأولى قدمنا مرتضى منصور، الحلقة الثانية بقدم سوزان مبارك. عاوز بس في عجالة أقول حاجة بسيطة جدا، الرئيس مبارك الله يرحمه انا بعتبره، انا طبعا من الناس اللي هجمت الرئيس مبارك في حياته بشكل كبير جدا جدا جدا، ومقالاتي ملء السمع والبصر في كبريات الصحف وكتبي وكل شيء، اختلاف في وجهات نظر في رؤى. ثبت بعد موت الرئيس مبارك ان الرئيس مبارك هو احد اعظم ثلاثة في رأيي حكموا مصر عبر تاريخها كله، باستثناء عمرو بن العاص رضي الله عنه لانه ده صحابي وما نقدرش نقيسه بحد تاني. صلاح الدين الايوبي بما انه كان في الدوله المصريه حاكم ليها مع دمشق مع، لكن حاكم الدوله المصريه، الرئيس السادات يتفوق عليه كمان سياسيا حسني مبارك. فالرئيس حسني مبارك احد افضل ثلاثه حكموا مصر لغايه الرئيس مبارك واحنا راجعين كده. فده رايي وادي قناعاتي. لكن الست اللي انا بقدمها النهارده اللي هي سوزان مبارك هي اسوأ امرأة واحدة في رأيي من اسوأ 10 او 20 امرأة في التاريخ. هقول لحضراتكم ليه، بس حابب اوريكم في حواراتي ان انا بوثق معلوماتي، ده حواراتي مع السيدة جيهان السادات، لقاءات كثيرة مع السيدة جيهان السادات، عشان الكاتب او الصحفي يكون عنده مصداقية وعنده رؤية وعنده وجهة نظر وعنده حاجة بيكتبها بيقولها. دي عائلة الرئيس السادات، دي نانا الرئيس السادات، ده جمال ابن الرئيس السادات، عائلة السادات كلها، دي نانا برضو، أسرة الرئيس السادات، ده كتابي اعترافات جيهان السادات، ده الأستاذ الصديق الحميم السيد طلعت السادات، وهكذا. فعائلة السادات كلها، عائلة الرئيس السادات وعائلة الرئيس عبد الناصر وكبار الساسة وكبار رجال، السيد رئيس الوزراء مصطفى خليل رئيس وزراء ووزير خارجية قبل ذلك، السيد مرسي سعد الدين مستشار الرئيس السادات، والسيد منصور حسن أحد كبار وزراء عصر الرئيس السادات، والأستاذ أيمن نور، كثير من اللقاءات بيننا. باختصار شديد علشان تقول معلومة او تكتب لازم توثق معلوماتك، لازم يبقى عندك مصادر متعددة، لازم يبقى عندك مصادر كبيرة جدا جدا جدا. والسيد حسين الشافعي نائب السيد الرئيس جمال عبد الناصر في محاوراتي معاه، فلازم يبقى عندك معلومات. عشان كده قدرت اعمل كتاب جبروت الهانم، والكتاب ده عامله في عصرها، مش بس الكتاب، مقالات كتيرة، حتى روايتي سيئة مصر الاولى وانا بتكلم على امرأة العزيز كنت بعمل اسقاطات كبيرة على سوزان مبارك. هتسألوني ليه؟ وده مقالي اللي هز الدنيا في صوت الامة، فساتين ومجوهرات سوزان مبارك من اين؟ ده المقال انيس الدغيري يكتب فساتين ومجوهرات سوزان مبارك من منين جابتها؟ ده في 2009 فساتين ومجوهرات سوزان مبارك. اتكلمت على ان عندها 6 وزراء 7-8 وزراء بيمشوا في تشريفتها وقتها، يعني قلت الكلام ده وما حدش كان يجرؤ يرفع صباعه ولا يقول لها حاجه غير يعني. واتكلمت عن مجوهراتها وعن الاشياء دي، و 28/7/2008 اهو التاريخ اهو، مقال عقاب الرئيس وحرمه انيس الدغيري يكتب عن كرسي السلطه، مش بعد ثورة 25 يناير، قبل ثورة 25 يناير بسنتين ساعتها، مش عقاب الرئيس وحرمه. علشان كده لما بيجي يقيمونا وبيتكلموا عننا في الإعلام بيقولوا أنيس الدغيدي يكتسح هيكل ونجيب محفوظ، بيقولوا الكاتب أنيس الدغيدي حقق كتاب وصدمنا بيعرض أفضل مبيعات من بين 20 مليون كتاب، شاركت في معرض القراءة الدولي للكتاب هذا العام اللي هو عام 2006 ودي جريدة الأهرام. وأنيس الدغيدي يتفوق على كلينتون، الزميل أنيس الدغيدي حصل كتابه على المركز الأول كذا 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 يعني. المهم أنا مش بتكلم عن أنيس، باختصار الست سوزان مبارك هي اللي وصلت الرئيس مبارك
وولديها جمال وعلاء الى المصير ده، وهي اللي وصلت مصر كلها الى المصير السيء اللي حصل في 25 يناير وما تلاها من عصر الاخوان وازماتهم ومشاكلهم وبلاوهم الزرع. فهذه السيدة، او خلونا نكون صادقين، او افضل تصوير، هذه المرأة او هذه الست هي اللي عملت كده في تاريخ راجل عظيم جدا جدا. بقول وبكرر، هو اعظم ثلاثة، واحد من اعظم ثلاثة حكام في تاريخ مصر في رأيي. طبعا انا نسيت اقول الخديوي اسماعيل لان ده واحد مدهش في حكم مصر. طيب، هي اللي عملت كده في اولادها، وهي اللي عملت كده، هوريكم وهقول لكم ليه وازاي. لكن خلوني ابدا اقول لكم بدايه مهمه قوي. دي جريده مجله الجيل، مجله الجيل كاتبه بتقول تذكروا هذا الاسم، او تذكر هذا الاسم، ان اصحاب هذه الاسماء يصعدون درجات السلم، اننا نتوقع ان يصلوا الى القمه قريبا. تذكر هذا الاسم، الاسم سوزان ثابت، السن 15 سنة، الصناعة طالبة بمدرسة سانت كلير، رئيسة فريق رقص الباليه بمدرستها، وعضو بنادي الهوليدو حيث تمارس السباحة وعملت بطولات والتنس، وهي بتاعة رقص وبتحب الرقص ومسالها الأعلى، يعني بتحب عاوزة تكون مضيفة ومسالها الأعلى، مبيرة شبرد راقصة الباليه الإنجليزية. يبقى الست دي او البنت دي سوزان ثابت، اللي هي سوزان مبارك بعد ذلك، هي بتحب الرقص، عاوزه تبقى رقاصه حضرتك، مش يعني ما بتفرقش كتير بقى رقاصه 10 بلدي ب 15 بصره، مش مختلفين على ارقام، لكن احنا هي الاثنين الباليه وسهير زكي وفيفي عبده، دول سعادتك بيوروا الناس الجته، بيهزوا الوسط سعادتك. واضح كلامي؟ قاعد سعادتك بتتفرج عليه بقى على واحده بتسمع لك جزء عامه. طيب، اذا مصير الست دي مختلف تماما عن مصير هذا الرجل. اذا هذه الانسه انا مش بحاسبها على افكارها وهي عندها 15 سنه، لكن انا بحاسبها على اللي عملته فينا وهي عمرها اللهم احفظنا، اللي هدد جوزها وعيالها ومصر كلها. فالراجل ده راجل منضبط من وهو لسه صغير كده، ظابط ظابط، وظابط مش اي ظابط، ظابط عبقري. دوره في حرب اكتوبر ودوره في حكم مصر كان دور عبقري، جنبها الحروب بعبقريه، صعب حد يعمل كده. ووضعه الاقتصادي كان هايل جدا جدا، وبيعشق شعب مصر. تاني حد شفته بعد عبد الناصر ويليه حسني مبارك، دول بيعشقوا مصر بجد. فالراجل ده راجل عسكري وحقيقي منضبط، راجل هايل طول عمره، راجل منضبط، راجل عنده طموح عسكري، مركز في وضعه، مش بتاع بقى الشعر والاغاني والموسيقى والباليه والكلام ده. لكن قدروا بقى، قدروا اي لون من الالوان، اسود او ازرق او منيل بنيله، وقدرنا احنا معاه انه يتجوز البنت. راجل محترم جدا جدا، رائع جدا جدا، وصل لما بقى نائب رئيس جمهوريه، وبعد كده شوف بقى هنا، عاوز اوري لحضراتكم ازاي هذا الرجل غايه في الاحترام والالتزام، مش بس العسكري، لا الانساني، وعنده تقشف وقناعه ورضا. الكلام ده انيس الدغيري اللي بيقول، اللي كتبت فيه مقالات عريفه جدا جدا جدا، الله يرحمه. شوف الرجل ده جمال وده علاء، انا اعتقد انه في الوضع ده عميد. تشوف البيت اللي هو فيه بيت فلاحي زي بيتنا، مكسر، حياة بؤس بسيطة جدا، راجل شريف 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 كده، هو ضابط كبير. شوف بقى الصورة دي، ده علاء، ده الرئيس الله يرحمه، ده الست قبل ما تقلب وتتغير. طبعا هو كده ضابط كبير، او ممكن يكون بقى نائب، المهم فلا هو نائب كده فعلا، نائب رئيس الجمهورية. تخيل نائب رئيس الجمهورية، شوف مراته لابسه عامله زي اللي لابسه خيش، وهو لابس زي اللي لابس كستور، وعياله لابسين كده. دي مش قله ادب، ده شرف وعظمه. لما يبقى نائب رئيس الجمهوريه لابس كده، ومراته لابسه كده ماشي، وعياله لابسين كده، يبقى راجل شريف. ده كلام قولا واحدا. واستمر ده 1983، ده كده تقريبا بقى رئيس جمهوريه.
ماشي، ده كده هو رئيس جمهورية. لكن شوف بقى هو لسه هو. شوف ولاده برضو بحياة بسيطة، لابسة لبس عادي، ولاده لابسين لبس عادي. طبيعي ان لما يبقى رئيس جمهورية او يبقى نائب رئيس جمهورية انهم يلبسوا لبس معقول يعني، لكن لبس ما فيهوش بهرجة ولا منظرة ولا غنى فاحش ولا ثراء ولا رياش ولا بهرجة. انا نفسي عندي هدوم ما اعرفش عددها، وانا لا ابن وزير ولا ابن لواء ولا ابويا ولا انا فريق ولا انا وزير ولا انا نائب رئيس جمهوريه. شوف الراجل وهو نائب رئيس جمهوريه لابس لبس بسيط جدا، تحس ان الرئيس السادات موظف والراجل ده جنبه موظف في مؤسسه حكوميه، مش موظف بدرجه رئيس دوله ونائب رئيس دوله. في شرف. هي بقى لقت الست دي سوزان دي، جات لقت السيده العظيمه دي جيهان السادات، ست ما بتتمنظرش ما بتتنططش، فطبيعي انها تبقى لابسه زيها لبس بسيط جدا جدا، لان ما تقدرش تتعالى عليها، ما تقدرش تلبس. في نفس الوقت عندها في البيت قائد عظيم اسمه حسني مبارك، لم يسمح حتى هذه اللحظه بانها تتنطط وتخرج من امه. فالسيده جيهان السادات شوف مع روزالين كارتر والرئيس كارتر والرئيس السادات، شوف اللبس اللي هي لابساه، تحس ان هو حاجه عامله كده زي القماش اللي جاي من الجمعيه زمان، اللي كنا بنشوف الكاستور والدبلان والحاجات دي. شوف بقى ليه؟ لان قبلهم، قبل جيهان السادات وقبل سوزان مبارك، في مثال كبير قوي اسمه السيده العظيمه تحيه عبد الناصر، واسمه الرجل الرائع جمال عبد الناصر. الكرسي الخشب المزعج اللي قاعد عليه الست، والكرسي اللي الراجل قاعد عليه جوزها رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه كده وهو في الاواخر يعني المفروض بقى يكون بيفترى في الدوله، مفيش الكلام ده. ما عندوش الكلام ده جمال عبد الناصر. والسادات كان كده، وحسني مبارك كان كده. حياه بسيطه جدا، وده تحيه عبد الناصر، لبس عادي جدا، كان واحده ممرضه راح تدي حقنه سعادتك. ماشي، هي كده مع زوجة الرئيس تيتو. لبس بسيط. ده بقى بيت جمال عبد الناصر، عاوز اوريه لكم في منشية البكر. شوف الشباك اللي هناك ده، بلكونه مكسره مدهونه جير ابيض عادي. ده عاش ومات فيه الرئيس جمال عبد الناصر، مات في الدور الثاني ده. وده بتاع جراج تحت، هو ومراته ماشيين على ارض الجنينه، ترابه وطينه. شايف الشباك؟ يعني لو حرامي يبص له كده الشباك يتفتح. هو ده بيت جمال عبد الناصر في منشيه الباكي. فجه الراجل مبارك ما يقدرش يبقى هو طبيعته كده، يعني الزعماء كده، عبد الناصر السادات مبارك، الناس بتكلم على العصور اللي فاتت، فعاملين كده، عندهم بساطة وعندهم تواضع. شوف بيته الشباك، الحياة بسيطة جدا جدا جدا. ده بيت الرئيس عبد الناصر، بيت بسيط جدا وحياة بسيطة، وأرضية مش جنينة خضراء وبتاع. راجل لابس بيجامة كاستور من اللي أنا كنت بلبسها لما زهقت، حياة عادية جدا. وهو إيه؟ رئيس الجمهورية، مش هو ظابط صغير؟ لا، رئيس الجمهورية بعد 56. وإيه تاني؟ عرقان، مفيش تكييف، ماسك المنديل بيجفف العرق. فطبعًا كل ده قدام سوزان مبارك، وقدام فشيء مرعب، وقدام حسني مبارك شيء أمثلة عظيمة. أهو بيجفف العرق وهو قاعد، مفيش تكييف ولا مروحة. حياة معاناة. ليه؟ ناس بتحب مصر بجد. شوف السرير بتاع الرئيس انور السادات في بيته في الجيزه اللي انا روحته، ده السرير بتاع امي اللي ماتت اصلا، احسن من السرير بتاع السادات ده 100 مره، اقسم بالله احسن منه 100 مره. سرير امي اللي انا جايبه لها. شوف الرئيس السادات اللي افضل مني ومن امي مليون مره، شوف وضعه. لناس متقشفه بتحكم وعندها حذر. شوف عامل ازاي الراجل، سيده جهان، الرئيس السادات، عيال، واحدة عندهم ولا قريبته ولا أخته ولا حاجة. شوف بس مش أخته دي، أنا عارف أخته. ده في ميتا بالكوم. شوف البساطة، شوف حتى بيته أهو من جوه، البيت اللي أنا دخلته بتاع عصر الجيزة، ده بقى من جوه. إنما من بره شوية شجر وواجع وبتاع، الاسم على النيل. ونفس الطريقة، هو نفس بيت عبد الناصر، عامل زي الاستراحة بتاعة الدكاترة في المستشفيات بتاعة الفلاحين. وده ولاده كلهم، وده جمال، وده البنوتات، وده السيدة جهال، وده أزواج بناته. حاجة عادية وحياة بسيطة، ولابسين لبس أقسم بالله ما هو ماركة، أقسم بالله لبس الناس دي كلها ما هو ماركة. تعالى بقى سيب كل ده وشوف ده كمان، راجل محمد نجيب، الست مراته عائشة
حياه في منتهى البؤس والبساطه والعاديه، ولا بقى مرات عبد الناصر ولا مرات السادات ولا 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 سوزان مبارك كمان. اذا الراجل ده شوف كده بقى هو نائب رئيس جمهوريه، فشوف النائب عامل ايه في الاواخر بقى يبقى رئيس جمهوريه، لابس ايه؟ والله يمكن ده هو رئيس جمهوريه، لا وديه هو رئيس، شوف لابس ايه؟ لبس بسيط، ده هو نائب. شوف قاعدين ازاي، الناس حياه بسيطه جدا، وطياره عامله ازاي؟ متكسره، وادي الطياره الرئيسيه، وده نائب ماشي كانه راجل فلاح رايح ناظر المدرسه مروح، حاجه عاديه جدا. فبقى ما قلبتش سوزان مبارك، لسه ما قلبتش. شوف الراجل، ناس بتشتغل، ناس محترمين، ناس عظماء، كده بقى رئيس جمهوريه. برضه زي ما هي لابسه اللبس الباس، والولاد خلاص ده كده الرئيس الله يرحمه الرئيس مبارك بقى رئيس الجمهوريه. برضه ماسكه نفسها لان لسه الرئيس قوي. اه رئيس جمهوريه وقاعد نفس لبسه كان هو نائب مع رئيس السادات، نفس البساطه، هي كده زوجة رئيس الجمهوريه فرحانه قوي، لكن لسه اللبس بقى ايه؟ بسيط، لان حاكمها الراجل ده، لان لسه صحته كويسه وقويه، ما هبطش وقعد. اهو هي نفس اللبس، مفيش بقى المجوهرات اللي بالهبل والكلام ده، لا مجرد سلسله وبتاع ما شاء الله عادي يعني. والولاد اهوت بداوا يلبسوا بدله نظيفه، طبيعي ان يلبسوا نظيف. شوف حتى هي ايه لو مع الست نانسي ريجان والرئيس مبارك والرئيس ريجان ونانسي ريجان، شوف سوزان لابسه بنقولوا عليه تقريبا تيير ولا ايه، لبس عادي خالص جدا، لسه ما قلبتش ولا اتغيرت. اهو لابسه لبس عادي جدا مع الراجل وهو رئيس جمهوريه. فجأة بقى القنبلة والزلزال، ايه اللي حصل؟ حصلت كارثة، حصلت النقلة الكبيرة دي، كل دي النقلة دي بعد 10 سنين بس، من 10 ل 15 سنة من حكم حسني مبارك. بدأ الحلم عندها، الصورة دي مقصودة، دي صورة مش صورة طبيعية، دي صورة مقصود رهيبة جدا. مقصود إن ده هيبقى بعد ده بعد ده، إحنا على الكرسي والعرش خلاص، إحنا بقينا عيلة مالكة. ده المعنى الواقعي والايديولوجي اللي في الصوره، لان الست قلبت، بدات بقى تلبس حاجات بقى مختلفه، والمجوهرات في ودانها وفي ايديها، والوضع اختلف، والاميرات والشيخات والهدايا والحاجات، فقلبت بقى، والراجل قعد وهي وقفت سعادتك، هو قعد هبط سعادتك وهي وقفت وبدات تلمع كده، بقت سوزان تاني يا حضرتك. طبعا سوزان دي خلاص اختفت، سوزان دي اختفت، سوزان دي ما بقتش موجوده. سوزان اللي هنا دي خلاص بدأت بقى سوزان تانية خالص، اللي هي دي سوزان تانية، والراجل كبر بقى راجل عجوز ما عادش مسيطر، بدأت تفكر في البديل. امتى ده حصل؟ يوم 1 يوليو سنة 1995 لما حصلت محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا. أديس أبابا فكرت بقى الست دي انها تعمل دولة اخرى يحكمها ابنها ده، لان الراجل ده خلاص كبر وما عادش ينفع للحكم، فلازم يبقى فيه بديل. فجابت زكريا عزمي هي اللي عينته. بدأت الست دي تدير الدولة، والراجل قاعد زي ما قلنا كبر، وهي وقفت واختلفت وبقت واحدة تانية. بدأت تفكر بقى، بدأت هي تفكر في ابنها ده يبقى اللي بيحكم البلد، والراجل بدأ يروح المستشفيات، يروح المانيا، يروح كل الدنيا عشان يتعالج، خلاص راجل كبر بقى راجل عجوز. بدات سوزان مبارك تبص لنا وتبص للحياه بمنظور جديد ومنظور مختلف، بمنظور اداري، بمنظور قيادي، وعملت زعيمه، وبدات تقعد على الكرسي كبقى هانم ليدي مختلفه في كل شيء، خلاص بقت حاجه تانية، وبدات تجيب لها رجاله تانية يبقوا رجالتها في الحب. صنعت الناس دول، منهم الواد ده يوسف بطرس غالي الحرامي ده، وبدأوا يسموهم رجال الهانم، يوسف بطرس غالي، محمد ابراهيم سليمان، احمد المغربي، بهاء الدين حسين، وهلوم مجره، فاروق حسني، وبدأت تشيل الوزراء، شالت وبنوا رؤساء الوزراء، شالت كمال الجنزوري، شالت عمرو موسى، شالت ابو غزاله، شالت كل من يمثل خطوره على حلمها وعلى جوزها، وبدات تبقى بالبريق ده والرؤيه دي، وبقت ست قال ايه بتفكر ساعتها، ولا بتفكر ولا يحزنون. الصوره القديمه دي اختفت، صوره الناس الغلابه دول المحترمين المكافحين النضاف دول اختفت، انما هي دي بقت واحده تانية. الفرق بين التطور والتهور، وبالتالي
اتغيرت وجهة نظرها في الحياة، وبالتالي بقت مفاهيمها خاطئة. جابت أنس الفي أدار منظومة الإعلام اللي فاهم مبارك إن مبارك أكثر زعيم يثق به شعبه بين شعوب العالم. ما كملوش سنتين و25 يناير جت قالت له اقعد يا مبارك. ليه؟ لأن الست دي هي اللي هدت مبارك وهدت مصر وسجنت عيالها الاثنين الشباب اللي زي الورد. فبدأت الرؤية غريبة بمنظور غريب، والراجل ما بيشوفش، مش فاهم، مش مركز، مركز على المستشفيات وعلى صحته، ماشيينه بالتلزيق كده متلزق عشان يمشي. وهي بدأت لدرجة إن من كتر التخلف العقلي الصورة دي صورة حقيقية في أمريكا، طبيعي إن الرئيس باراك أوباما هيبقى متقدم لأنه ماشي في البيت الأبيض. فيقوم جاي في الأهرام الرسمية عاملين الصورة كده، جايبين أنور حسني مبارك يتقدم الراجل. دي الصورة بقى اللي نشرتها الأهرام. ليه؟ لأن عندنا حول في الرؤية وتخلف عقل بيقود الإعلام وبيقود المنظومة، لأن فيه ست متخلفة عقليا هي اللي بتقود مبارك وبتقود عياله وبتقود مصر. عشان كده وصلنا للمستوى ده. وسرقت مكتبة الأميرة فريال اللي هي المكتبة اللي هي بتاع الايه، مكتبة مصر الجديدة، وعملتها مكتبة بتاعتها اسمها مكتبة سوزان مبارك. ليه؟ ده معلم سعادتك بتاع الأميرة فريال، ما تسيبهولها باسمها، فيها حاجة راحت رايحة واخداها وعاملها باسمها. منتهى الافتراء. بدأت بقى تقعد مع الرئيس وتركز هي وابنها، فقعدت هي وابنها عاملين عراقة. الست بتاع الباليه سعادتك، بتاع السباحة، بتاعت يعني ما هي زي ما قلت لكم 10 بلدي، زي 15 بصرة، زي 32 سكان. هي مش مختلفة خالص. فبدأت تقعد مع الراجل، قال يعني احنا بنديره سعادتك. انتوا بتقولوا ايه بقى؟ انت مكانك البيت يا وليه انت؟ الوليه دي مكانها البيت او السجن او ربنا يحرقها. فبداوا يقعدوا بقى في الجلسات الرسميه، ايوه، ويعني مهمومه يعني، وعندها افكار ساعات ورؤى. بعد ما كانت واقفه عامله كده وساع وكانت الدنيا ماشيه والراجل بيدير الدوله زي الفل، لا خلاص انت تعبان ندير احنا سعادتك، انا والواد مقطوف الرقبه ده. وبدات تزقه كده بقى، بدا يظهر بقى ويقول لك سعادتك واخدين بالكم، والرؤى المنبثقه في الفكر المحوري لسعادتك، ويمشي لك بقى كده كما الزعماء، احترف بقى من الزعيم اللي جاي، واخد بالك. وبدا بقى يلم مجموعه جنبه اللي هي جايبهم، الواد اللي لسه هتكلم عليه دلوقتي احمد عز وزكريا عزمي، والراجل اللي هو بتاع النسوان اللي بيسرع النسوان سعادتك صفوت الشريف، هيقول لك قول الله يرحمهم ربنا ياخدهم سعادتك. ودول قاعدين بقى، طب واخد بالك انت بقى يا سياده الزعيم، انا قلت لكم بعدين اسكت انت، انا مش انا قلت لك ما تتكلمش، طب خلاص بعدين هنتفاهم. وبدا يبقى الزعيم سعادتك ويتعوج لك كده ويشاور ويعمل ويقعد معوج ويتكلم بثقه، وقاعد معوج سعادتك. طبيعي طالما اتعوجت انك هتطلع افكار معوجه. بدات بقى الاحزاب المصريه تؤيد ترشيح الرئيس مبارك هو او ابنه سعادتك. 15,000 توقيع لدعم جمال مبارك لدون جواي عشان الرئاسه. بدأت بقى بعد افتتاح 7 فروض المحافظات، حملة جمال مبارك تبدأ اليوم بالتحرك بالتحالف مع حملة مصر بتناديك يا جمال. الست عمالة تخرج افلام هندي. حملة دعم جمال مبارك تطالب الرئيس مبارك بالترشح لفترة جاية. تلاحظ طالعين الاخوان اسوأ ناس على كوكب الارض، دخلوا هما كمان قال لك ولا مانع من ترشح نجلي بشروط. يعني واخد بالك احنا كمان بالموافقين. بدأ انطلاق حملة جمال مبارك من منشية ناصر اهو. الرئاسة جمال مبارك بقى جه في حوار مع الاوربت، قال لا اريد ان اكون رئيسا للوزراء ورئيسا للجمهوريه، ده موضوع رئاسه الجمهوريه دي اهم كبير والله يا اخوانا، ربنا يقدرني عليه يعني مؤاخذه، او جمال مبارك رئيسا يا سلام. فده اللي خلانا بقى جننا سعادتك، فباظت الدنيا بسبب الست اللي هي الدبه الطموحه دي اللي قتلت جوزها وعيالها ومصر كلها. كل ده مشاريع التوريث وشغله على اعلى مستوى. طبيعي ان تفشل الحمله بتاعه جمال مبارك. ليه بقى؟ لان هي ست بقى عندها جنوح في الرؤيه وغباء في التصور وسفاهه، لان ما عندهاش فكر سياسي. انما القائد العسكري المحنك اللي تاريخه كله عسكري واداري زي اللي هو الرئيس، سواء كان الرئيس السيسي او الرئيس مبارك او الرئيس سادات او الرئيس عبد الناصر،
دي ناس طالعين من مؤسسه اداريه عسكريه ضخمه. انما الست دي طالعه من الباليه سعادتك وبتقول لك بلعب تنس واقرا قصص بوليسيه سعادتك. فجابت الواد ده الرقاصه، ده ما هو ده رقاصه سعادتك اللي هو جاي مع عمود الامام واخوه حسن الامام وهو قاعد بيعمل على الدرامز كده، مش ده رقاصه برضه؟ طبلوا رقاصه؟ يعني واحد ولا مؤاخذه يعني. اهو مش كده؟ مش ده احمد عز؟ اهو. فايه اللي حصل؟ هو شغال زي الفل هو على الدرامز بقى. فعملت منه النجم ده. الجربان ده بقى ليه لازمه في المجتمع. وبقى بيقعد مع ابوك، طبيعي انه يقعد مع ابوك وعامل لك بيفكر. او انت يا ابني مش انت اللي كنت بتضرب على الدرامز كده ومش عارف ايه وبتضرب على قفاك؟ يعني العبقريه بتيجي انت بتيجي يوم الاربع؟ هو يوم الاربع ما جاش في حياتك خالص الا على ايامنا السوداء؟ ولا الوليه دي اصلا ما بتفهمش ولا طلعت ايمانها قليل؟ المفروض بقى نعتذر للراجل اللي مرتضى منصور ونقول له سعادتك امسك الست دي اربع سنين وريها بقى حكايه الامهات والابهات والحاجات دي. الغرابه بقى شوف بقى اللي هو الولد قاعد بيتعود ده، يعني طبيعي لازم يكرر الناس فيه، عنده واحد بيشيله الجزمه، يعني ده يقلع الجزمه الواد ده اللي ملوش لازمه ده اللي هو بتاع تربين تربين تربين، فيجي واحد يشيلها له باشا اهو وقدام الشيخ، مش الشيخ يلزق الواد بالقلم على قفاه ويحترم نفسك، مفيش الكلام ده في الدين، وده واقف والتاني قاعد بيفك له الرباط عشان يقلع له الجزمه، في حين ان جمال عبد الناصر سيدي وسيده وسيد اي حد بيلبس جزمته وبيقلعها بنفسه، والرئيس السادات كذلك ماشي اهو بيلبس جزمته ولعب نفسه، والرئيس براك اوباما بقى اللي احسن من الجميع بيعمل كده، والجربان ابن الجربانه معاه ناس بتلبسه، فطبيعي ان الناس هتكرهه. فالست دي اللي هي المتخلفه عقليا دي هي اللي عملت كل ده، كرهت الناس في ابنها وكرهتهم في جوزها العظيم وكرهتهم فيها وكرهتنا في نفسنا وفي بلدنا. كل ده بسبب طموحها. وراحت طبعا لانها عندها حول في الرؤيه، جابت واحدة زي دي، الست دي ما خدتش ابتدائي، قعدت لغاية سنة خمسة تسقط فيها بالهبل لما زهقت. أبوها قال لها اطلعي يا بنت الشغل في الغيطة بنت، اسمها إيش عبد الهادي. راحت هي بقى جايباها معجبة بيها وقالت لها تعالي يا بنت والنبي أنا مش هشغلاكي وزير. الولية كان هيجي لها السكت القلبية الحاجة دي. طب أنت معجبة بقى يا خالة سوزان، يا حاجة إدينا طبق بامية، طبق طبيخ، صبعين كفتة، زر قتة كده يعني، خدها على الكورنيش، ادي لها سندوتشين قته ولا سندوتش رنجه، ولا ابعت لها ولا اعمل لها معاش، انما تدي لها وزاره. ثانيا هي الوزاره عملت ايه سعادتك؟ يعني الوزاره اللي هي شغاله فيها عملت عينت ناس؟ يعني وزاره القوى العامله دي بتعين ناس؟ بقول لك مفيش تعيين بقى لهم 4000 سنه من ايام الملك خوف. فالست دي هي اكبر خطر قابل مصر في تاريخها، دمرت جوزها العظيم ودمرت ولادها، كان ممكن يبقى عندهم طموح في حاجه كبيره. فالست دمرت مصر، اسوأ ست على تاريخ البشريه، من اسوأ 10 15 ست في التاريخ كله، واسوأ ست في تاريخ مصر من اول ربنا ما قال للقلم اكتب لغايه بكره هي الست دي. لما الست دي تتحكم في اقدار مصر وفي قدر راجل زعيم بدرجه حسني مبارك، تبقى الست دي دخلت طريق الراجل ده غلط، وكانت اختيار سيء بالنسبة لحسني مبارك. شكرا لحضرتك.